مشاهدينا الكرام، نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني حسين السبعاوي. منورنا دائما أستاذ حسين، أهلا ومرحبا بك في استديو التاسعة. المشهد ليس بجديد بالنسبة لإيران، بالنسبة لمدن إيرانية، احتجاجات مرة أخرى ومواجهات وضحايا. الاحتجاجات بدأت من الأحواز ووصلت إلى طهران، إلى العاصمة الإيرانية. بتقديرك ما هو العنوان في إيران الآن؟ يعني الاحتجاجات تبقى مستمرة، لكن علينا أن نميز بأنه عندما تنطلق من الأحواز فالأحواز قضية مختلفة. الأحواز مدينة مدن عربية محتلة. هل من عنوان لهذه الاحتجاجات، لهذه الموجة؟ يعني أنا أقدر أسميها أنه استمرار الاحتجاجات نتيجة السياسات الإيرانية، يعني هذا شيء طبيعي. نظام حاكم مثل إيران لابد أن تكون فيه احتجاجات، أما في الأحواز الأمر مختلف. نعم، الأحواز الأمر مختلف. الأحواز مدينة محتلة، عليها أن تستمر في هذه الاحتجاجات وتبقى تستمر، سواء بسبب مطالب إدارية، بسبب مطالب خدمية، بسبب أي شيء كان أو بدون سبب. لو هي احتجاجات تطالب برحيل نظام خامنئي، أم الموضوع مرتبط فقط بأزمة مياه وشح مياه في إقليم الأحواز؟ خلينا نفهم يعني ما هي الدوافع هذه المرة التي دفعت الناس إلى الخروج. الاحتقان لدى الأحوازين ولدى الشعوب الإيرانية عموما تبحث عن أي سبب للخروج. يعني المياه كانت سببا لخروج الناس، تجفيف الأنهار وعطش الناس كانت سببا للخروج، لكن هل هو هذا السبب الرئيسي؟ أنا لا أعتقد. الأحواز مدينة محتلة كما فلسطين محتلة، فإذا على الأحوازين أن يستمروا في هذا التظاهر، سواء جاء يعني قدمت إيران المياه أو قدمت الخدمات. إيران دولة محتلة والأحواز منطقة محتلة من قبل إيران، فالأمر لا يمكن السكوت عنه بتقديم الخدمات، فلا بد أن تستمر. حتى بعد مرور نحو 100 عام، حتى لو بعد 1000 عام، اليوم فلسطين صار عليها 100 عام، هل استسلمت فلسطين للعدو الصهيوني؟ لا، ما زالت مستمرة وما زالت تقاوم. المحتل، البلد المحتل يحق له المقاومة والاحتجاج السلمي والاحتجاج بكل الوسائل. احنا المشكلة انه ما زال بعض كثير من الناس لا يعتبر الاحواز محتلة. الاحواز احتلت عام 1924 بتواطؤ بريطاني ايراني مع النظام العربي المتشكل حديثا في تلك الفترة، وعلى رأسها نظام الملك العراقي. تنازل عن الاحواز وهو لا يحق له التنازل، وبريطانيا أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق. فبهذا الأمر على الأحوازين أن يستمروا. والشيء الذي يجب أن يفهمه الأحوازين وتفهمه الشعوب العربية، لا يمكن أن نعتبر الانتفاضة أو التظاهرات إما أن تسقط النظام أو لا تخرج. هذه معادلة خطأ. الانتفاضة، هل ما يجري يرقى لمستوى مصطلح انتفاضة؟ اي نعم، ما حتى نكون موضوعيين. نعم، هي ليست ثورة، أقل من الثورة، هي انتفاضة. شعب منتفض على هذا النظام الذي يطالب بإسقاط نظام. هي ليست تظاهرات سلمية كما يروج لها. يطالب بإسقاط النظام، إذن هي انتفاضة. الانتفاضة من أهالي الأحواز يجب أن تستمر، أو كانت مظاهرات تستمر، لأنها منطقة محتلة وهذا من حقها، ولا يمكن لأحد أن يقف بجانبها، بل على الجميع أن يساندها. هي خذلت الأحواز من قبل الشعوب العربية والمجتمع الدولي، فلا بد من دعم هؤلاء الناس لتحرير أنفسهم من هذا النظام العنصري. عندما تمددت هذه التظاهرات، هذا يثبت أنه هذا النظام يعاني منه كافة الشعوب الإيرانية، منها الفارسية والبلوش وبقية الشعوب والأكراد وغيرهم. جميع هذه الشعوب تعاني من هذا النظام الطائفي العنصري المقيت. طيب، جميل أنك يعني أخذتنا هيك سريعا لبدأ احتلال الأحواز منذ نحو 100 عام. والأحواز قضية منسية حقيقة، ولا يعرفها كثيرون، ولا يعرف تفاصيلها كثيرون. سنأتي إلى الاحتجاجات أكثر ونحاول أن نفهم إلى أين تسير الأمور، لكن تاريخيا ما الذي يميز الأحواز؟ لماذا حصل هذا الاحتلال؟ ولماذا التركيز على موضوع الخيرات الموجودة بالأحواز، مياه، النفط، الغاز؟ يعني الكلام عن كل الغاز أنه من الأحواز، نحو 90% من النفط في إيران من الأحواز. ميزات هذه المنطقة العربية المحتلة.
يعني هذه المنطقة هي نعرف على حدود يعني جزء من منطقة الخليج وجنوب العراق. هذه المنطقة هي غنية بالنفط وغنية بالموارد في باطن الأرض وغنية بالمياه، هي تقع على ضفة الشاطئ. فإذا هذه المنطقة هي غنية وأراضيها أراضي خصبة، أراضي زراعية خصبة، فهي تملك كل مقومات الدولة. كانت أثناء التقسيم عام 1924 عندما احتلت إيرانية قبلها، كانت تقسيم الخارطة المنطقة العربية بعد انسلاخها من الدولة العثمانية، كانت دول بدأت في تشكيلها، منها العراق تشكل 1921، دول الخليج تشكلت بعدها قسم منها. فإذا هي كانت بداية مرحلة تشكيل الدول العربية، واقتطع هذا الجزء أهدته بريطانيا لإيران بسبب مواقفها المعادية للمنطقة العربية في الحرب العالمية الأولى للدولة البهلوية. طبعا للدولة البهلوية أعطتها، وقامت الدولة البهلوية بطريقة بلطجية جدا. استدعت الشيخ خزعل الكعبي، وأثناء اللقاء خطف الشيخ خزعل وألقي في السجن، بقي إلى أن مات واستولت على المنطقة وخلص سكوت. هذا ليست بهذه البساطة. أيضا هناك تواطؤ من قبل دول الخليج والعراق في تلك الفترة مقابل استلامهم الحكم والسلطة. هنا هذه قضية مسكوت عنها. دولتين في العالم العربي سلمت، واحدة إلى الكيان الصهيوني، واحدة إلى إيران من قبل بريطانيا. فلسطين سلمت إلى الكيان الصهيوني في وعد بلفور، والأحواز سلمت إلى إيران هدية، وأنا كما ذكرت لك هي لا تملك وتعطي لمن لا يستحق، فسلمت. المقارنة صائبة هنا؟ أنا أقصد كأرض كجغرافيا، بغض النظر عن المقدسات، إلى القدس حالة استثنائية، في فلسطين حالة استثنائية، الصهاينة ليسوا على دولة جوار مع فلسطين، الصهاينة هم مرتزقة جاءوا من الدول الأخرى شكلوا بهم دولة، لا الأمر مختلف. لكن أنا أقصد كجغرافيا كمنطقة كدولتين سلمت إلى هؤلاء المحتلين الاثنين العدوين اللدودين للمنطقة العربية. هكذا كانت التصفية، وكانت هكذا يعني رسمت الخارطة في تلك الفترة اللي كانت بريطانيا على رأس العالم في تشكيل النظام الدولي الجديد في تلك الفترة. ما يجري الآن ممتد إلى تلك الحقبة؟ نعم، ما يجري هو ممتد امتداد لتلك الحقبة، لأنه هذه المنطقة كان يراد قطعها، وأنا ذكرت لك أنه مواردها النفطية والغاز والمياه وأراضي زراعية وشعوب عربية يعني أقحاح تسلم هكذا بطريقة يعني بلطجية، تسلم إلى إيران بكل بساطة وبدون أي مقاومة. أمر غير ممكن وغير غير مقبول. وعندما يخرج الشعب الأحوازي بتظاهرات يستنكر عليه النظام، وبعض الدول العربية أو الأنظمة العربية تسكت على هذه وكأنه شيء لم يحدث. هذه خيانة، ما حدث هو خيانة من قبل النظام العربي في تلك الفترة لإيران. وللأسف سلمت بعدها جزر أخرى من قبل دولة الإمارات إلى إيران، وأيضا سكت عنها ولم يتكلموا. طيب نحن أمام منظومة تمارس الخيانة ضد الشعب العربي. موضوع المياه، هل من تفسير لهذه السياسة الرسمية من قبل النظام تجاه الأحواز فيما يتعلق بالمياه؟ سياسة إيران تجاه الأحواز، المياه واحدة منها، تجفيف المياه وتأثير على الفلاحين لغرض الهجرة والتهجير والتغيير الديموغرافي. الهدف اعتمدت السياسة العنصرية، اعتمدت تغيير أسماء المدن، اعتمدت التهجير وجلب سكان فرس إلى منطقة الأحواز ومدنها المحمرة وديزفول وغيرها، اعتمدت على العنصرية في يعني كنظام عنصري مارس كأنه الأحواز مواطنين من الدرجة الثانية. هكذا تعامل إيران، وواحدة منها قضية المياه لغرض تجفيف هذه الأراضي ومن ثم ترك أصحابها لها أو بيعها بثمن بخس والانتقال إلى مدن أخرى. بهذا إيران كسبت أولا، أحدث التغيير ديموغرافي، لأنه ما زالت الشعوب الأحوازية الشعوب العربية في الأحواز، الشعب العربي يطالب بالاستقلال. فحتى لو تدخلت الأمم المتحدة أو تغيرت المنظومة الدولية وعادت ترتيبها من جديد وتكلمت عن قضية تصويت وتقرير مصير، وأنت تعرفون هذه قضية الأمم المتحدة في كل منطقة يظهر فيها نزاع يرجعون إلى تقرير المصير، عندما تغير ديموغرافيتها وتذهب إلى تقرير المصير سيصوت الفرس إلى إيران، وهذه أيضا ستخدم المشروع الإيراني الفارسي. فهي تبني خططها على مدى بعيد، تتوقع أنه ممكن أن يتدخل المجتمع الدولي في يوم ما ويذهب مع هذه المدينة المدن إلى تقرير مصيرها، فبهذا الطريقة ستغير ديموغرافيتها، إضافة لسلب حقوق هؤلاء الناس من هذه الأراضي الخصبة والزراعة الزراعية، ومن ثم تهجيرهم إلى مناطق أخرى والأتيان بآخرين من المدن الفارسية. شو الدليل على أنها سياسة مقصودة لاستهداف
شريحة من الناس من السكان على خلفية عرقية وليست سياسة تهدف إلى توزيع الثروات مثلا في البلاد؟ يعني ما معنى إيش حالة والله، يعني كأنما كان الصهيوني أيضا يعني لا يمارس التمييز العنصري. يا سيدي هي دولة محتلة، الدولة المحتلة كيف تمارس مع من احتلتها؟ هل تمارس بحقوق إنسان واحترام حق المواطنة وتقرير مصير؟ دولة فارسية احتلت منطقة عربية، والعداء التاريخي العربي عداء أزلي، يعني كيف نتصور التعامل؟ ثم هذا التعامل هو ليس وليد اللحظة، منذ التشكيل وإلى الآن، منذ الاحتلال وإلى الآن، وهذه ممارسات النظام الفارسي. حتى قبله كان النظام الشاه يمارس نفس الأسلوب بطريقة عنصرية، لكن الآلية مختلفة، يعني مختلفة عن آلية نظام خامنئي. فإذا الاحتلال هذه ممارسات، تغيير الأسماء، كيف تغيرت هذه الأسماء من عربية إلى فارسية؟ تغيير الديموغرافي كيف حصل؟ هذا نظام عنصري. هو نظام كل هذه السياسة الهادفة لتغيير الهوية، نعم، لتغيير الديموغرافي، نعم، لتغيير التركيبة السكانية، يعني هل تقول لنا هذه الاحتجاجات بأن كل هذه السياسات على مدى سنوات فشلت؟ السياسات المحتلة أي بلد، أي بلد، أي بلد حر يرفض الاحتلال مهما تكون سياسة الاحتلال ستفشل. ولدينا نموذج فلسطين، ما زالت كنا نعتبرها دولة فلسطين محتلة من قبل كيان الغاصب الصهيوني. الأحوازين عليهم أن يتحركوا، لا يعتمدوا على النظام العربي ولا يعولوا على أحد من هذه الأنظمة. كلما تحركوا أكثر كلما تحركت قضيتهم إلى الرأي العام العالمي. السكوت خطأ، ويتم الاستفراد بهم من قبل النظام. يا سيدي المظاهرات السلمية ويتم ذبحهم. لا، أنا أرفض عسكرة الثورات، أما لأنه أن تكون محتلنا الأمر مختلف. المظاهرات السلمية، الاحتجاجات السلمية هي تفضح هذه الأنظمة. هذا النظام عاش على الكذب وسيطر على هذه المنطقة بالكذب وتغيير الخارطة، ولا بد للمجتمع الدولي أن يعلم ويسمع أن هناك شعبا عربيا في إيران يطالب بحقه في تقرير مصيره. هذا يجب أن يسمع العالم. إذا كانت بريطانيا في تلك الفترة خدمتهم وأمريكا سكتت عنهم سيتغير. هناك دول أخرى أيضا كبرى ممكن تكون لديها مصلحة في معاداة إيران والتدخل في هذا كما حصل في العراق. فإذا المجتمع الدولي ليس على قلب رجل واحد في قضايا كثيرة، يعني لا نتكلم يعني عموم بالإجماع. طيب خلينا نشارك معنا في الحوار لو سمحت الأستاذ حسين، الناشط السياسي الأحوازي طاهر أبو نضال. أستاذ طاهر أهلا ومرحبا بك معنا في استديو التاسعة. أهلا بكم وبضيفكم ومشاهديكم الكرام، شكرا للاستضافة. حياك الله أستاذ طاهر. موجة جديدة من الاحتجاجات ضد النظام في إيران انطلقت من الأحواز، ما هي آخر المعلومات لديك حول حجم وتمدد هذه الموجة من الاحتجاجات؟ طبعا إذا تسمح لي أقل من دقيقة أحيي كل أبناء شعبنا العربي الأحوازي السائرين ضد الاحتلال والظلم والاضطهاد، وثورات الأحواز وانتخاباتهم أخذت عنوان عقرابة ثورات داخل جغرافية ما تسمى إيران. وأصور المتابعين يعلمون كل الثورات التي حصلت حد الأقل من 79 الآن هي كانت على يد الأحوازيين وأسقطت الدكتاتوريات مثل البهلوي آنذاك. الانتفاضة الأحوازية اليوم مستمرة، وأنا أتحدث معكم وصلنا الأخبار على رأس الأحواز في مدينة الكسيتين وحتى عبادان، والحضور الفلاحين والمواطنين في الشارع الأحوازي. الانتفاضة اتسعت واتسع رقباتها اليوم، وأنا أتحدث معكم يعني أتراك هذا أذربيجان الجنوبية الذي يعتبرونهم أكبر شعب موجود على جغرافية ما تسمى إيران، تصل أعدادهم إلى 40 مليون. انتفضوا بموقفهم الوطني والقومي مساندة للقضية الأحوازية، وهي هاي أول مرة يحصل. وأيضا أرامل بوشستان وكردستان الإيرانية كشعوب منتفضة ضد الاحتلال الإيراني،
ايضا في طهران عاصمه دوله الاحتلال حقيقه والارهاب صانعه الارهاب، ايضا شوارع في طهران، وشاهدنا يوم امس والبارحه واليوم في كرج واماكن اخرى في العاصمه طهران. اصفهان خرجت ايضا ضد ما يحصل من قمع واجرام من 42 عام، فالثوره هذه المره تتصور ثلاث ابعاد جديده، خاصه هناك بالنسبه للقضيه الاحوازيه وحتى انتفاضه الشعوب داخل هذه الجغرافيا. لكن بالتخصيص استاذ طاهر، ما الذي يميز هذه الموجه من الاحتجاجات؟ السؤال من جديد؟ نعم أستاذ طاهر، ما الذي يميز هذه الموجة من الاحتجاجات؟ ومرة أخرى آخر المعلومات لديك حول واقعها على الأرض الآن. بالنسبة للأحواز بالذات، انتفاضة الأحواز الآن في هذه الثورة حقيقة كانت هناك مدن لم نعدها من ضمن المدن التي حصلت بها حروب وامتدت من مدينة البسيتي أقصى أرض دولة الأحواز مجاورة لمحافظة العمارة والكوت في العراق الشقيق والرفيع وصولا إلى الخليج العربي. ووحدة الأهداف والشعارات ل 99% لهذه المدن. الذي ميزت هذه الانتفاضة من الانتفاضات الأخرى حقيقة حضور جبهة الشعوب غير الفارسية. جبهة الشعوب غير الفارسية الذي تعد هي أقوى وأوسع شريحة في جغرافية ما تسمى إيران المناهضة للنظام والسلطة والهيمنة لحكومة الملاهي الرافضين للتعديل أصلا حتى بحقوق هذه الشعوب. يضاف على ذلك حصلت ثورتنا في الأحواز المحتلة حصلت التأييد والدعم من كثير من يعني مؤسسات وحتى شخصيات عربية وإسلامية وغير عربية وأيضا دولية للأمم المتحدة. لكن عفوا أستاذ طاهر، قبل أن أعود للأستاذ حسين، أنت تسمي ما يجري الآن في إيران انتفاضة، أين مؤشرات وشواهد هذه الانتفاضة؟ أستاذ طاهر، أين مؤشرات وشواهد هذه الانتفاضة؟ الانتفاضة أولاً إحنا نشوف وسع حضور القوات الأمنية وتحدي لشعبنا والشعوب الأخرى. يضاف على ذلك حرب ورفع شعارات الموت للدكتاتور في جغرافية ما تسمى إيران كافة، حرب صور، وايضا يعني القمع الواسع الذي استخدمت ايران به حتى في مثلا تبريز، استخدمت طبعا للدوريات والاستكشاف، حتى استخدمت الحوامات. يضاف على ذلك المدن، يعني نحن اليوم وانا اتحدث معك في الاحواز تخوف سلطه الاحتلال وارسال قادتها بالدرجه الاولى للاحواز من اجل اقامه ثورة الأحواز، ولكن الشعب يتحدى، وأيضا حضور الكثير للمتظاهرين والمحتجين في حقيقة المدن الكبيرة الرافضين لهذا النظام هي دلالة واضحة، واستمرارها لأكثر من 10 أيام هذا مهم جدا، استمرارها لأكثر من 10 أيام ولا يمكن اليوم او بكره سينتهي، الاسبوعين الكاملتان والشعوب منتفضه وترفع شعارات لرفض هذا النظام. ولا ننسى ان كردستان ايران وغيرها ايضا دخلت في الاحتجاجات وحتى اقتحموا بعض مراكز الغاء المقاميه مثلا في كردستان او حتى في مدينه السوس الاحوازيه وغيرها. وهذا تحتاج من عندنا دعم يعني سياسي ودعم اعلامي من اجل تسليط الضوء وايصال صوت هذه الشعوب. لا ننسى الاحتلال الايراني قطع الانترنت في كل المدن الاحوازيه من اجل خنق صوت الاحواز ان لا يخرج للعالم
أستاذنا الكريم، وحتى في أذربيجان الجنوبية وفرات أذربيجان قطعوا الإنترنت وقطعوا الكهرباء حتى لا يتمكن المواطن من إرسال الجرائم التي تقوم بها سلطة الاحتلال على هذه الشكل.